وينضم إلينا الآن من أبو ظبي الدكتور مهند دياب استشاري طب الأورام. أهلا بك وصباح الخير عليك دكتور مهند. يعني إذا كما ذكرنا منذ قليل في اليوم العالمي للسرطان 400 ألف طفل يموتون سنويا من هذا المرض، والأمم المتحدة تركز خلال هذا العام على الرعاية الصحية في مواجهة سرطان الأطفال. حدثنا في البداية عن تطور دور الرعاية الصحية عبر السنوات في التغلب على سرطان الأطفال. طبعا موضوع جدا جدا مهم. طبعا مثل ما كل بيعرف الأطفال هن المستقبل، ولما نحن بنعتني بهذا الجزء من الطبقة الاجتماعية طبعا هذا الموضوع بيؤدي لتطور المجتمعات. سرطان الأطفال مثل ما تفضلت هو شائع، موجود عند حوالي 400 ألف حالة سنويا من الأطفال تصاب بالسرطانات المختلفة. عم نحكي هون عن اللوكيميا بشكل أول، الليمفوما. لما بيكون في عنا طفل مصاب بأي نوع من أنواع السرطانات، طبعا من المهم جدا أنه نحن نقول ما هو عبارة عن اختصاص واحد يقوم بالعناية بمريض السرطان، وإنما هي عبارة عن عدة اختصاصات. بيكون في طبيب الأورام، في طبيب الأمراض الدموية، بيكون في عنا الجراحين، في عنا عدة اختصاصات تشترك في علاج مرضى السرطان. فهو بحاجة لبنية تحتية صلبة جدا ومتينة. هذا الموضوع طبعا أكيد مثل ما تفضلتوا بدول العالم الثالث أو المنخفضة الدخل، الدول منخفضة الدخل هذا الموضوع غير متوفر. من هون طبعا أكيد يعني مبادرة مركز الأبحاث سانت جود مهمة جدا لدعم الأطفال بمرضى السرطان. ومثل ما تفضلنا نحن مثل ما حكينا بالتقرير، فعلا نحن لما الأطفال يصابوا بمرض السرطان هن القابلين للشفاء بنسبة هائلة جدا. نحن فعليا هون تقريبا نعتقد أنه نسبة الشفاء قد تتجاوز 90% فعلا إذا طيب. كنا قدرنا نشخص المرض بشكل مبكر. طيب هذا رقم ممتاز، يعني نتمنى يعني أن يرتفع حتى أكثر من 90%. دعنا نتحدث قليلا عن المشروع الذي ذكرته الآن. طبعا هو مشروع بالشراكة بين منظمة الصحة العالمية ومستشفى سين جود الأمريكية التي تمول هذا المشروع لست سنوات. منصة تعتبر هي الأولى من نوعها لدعم الإمدادات المتواصلة لأدوية سرطان الأطفال للدول متوسطة ومنخفضة الدخل. ما هو حجم التغير المتوقع على مدى هذا المشروع وما بعد ذلك أيضا؟ نحن مع يعني فينا نقول انه هي خطوه رائعه جدا. كل نقطه هي تعتبر اضافه نحن بهذا الموضوع. لما عم نحكي عن حوالي 40 45 مليون دولار سنويا لدعم هذا القطاع، طبعا هذا يعتبر مبلغ جيد جدا وبادرة مشكورة كتير. طبعا من المهم كتير أنه نحن نقول في عنا الدول المنخفضة الدخل طبعا الأحصائيات غير متوفرة بشكل دقيق فيها، لكن الأرقام هي أعلى مما يذكر بدول المنخفضة الدخل. يعني لهذا السبب طبعا أكيد من المهم جدا أنه نحن نشجع هالبادرة وبالعكس نكون معها وننشرها. طبعا مركز أبحاث سانت جود اللي بيفوت على موقع الأبحاث تبعه فاتح موضوع الدونيشن أو التبرع بشكل كتير مفتوح وللجميع، وأنا بعتقد عنا دور كتير مهم لنشر هذا الوعي. مساعدة الدول الفقيرة هي عبارة عن يعني بادرة إنسانية وواجب لازم نعمله بكل وقت. طيب من المهم أيضا دكتور مهند أن نتحدث عن أبرز العلاجات أو الأبحاث الجديدة التي قد تشكل خرق اختراق يعني في هذا المجال هذا العام. تماما. بالنسبة لسرطانات اليوم نحن في عنا نسبة شفاء عالية جدا، سواء نحن عم نحكي عن الأطفال أو البالغين أو حتى المراهقين. يعني في عنا نحن نسب الشفاء ارتفعت كتير، الأدوية صارت متوفرة وبكثرة وجديدة جدا. يعني نحن فينا نقول ببساطة أنه عدد الأدوية الكيماوية أو الأدوية لعلاج الكانسر كانت لا تتعدى 70 دواء خلال خلينا نقول من أول ما بدأنا بعلاج الأورام السرطانية إلى حين سنة 2010.
من سنة 2010 إلى الآن نحن عنا فوق 700 دواء لعلاج السرطان. الأمور تتقدم بشكل كتير رائع والشفاء صار جدا بمتناول اليد من مرض السرطان، والأمور اختلفت. أنا بعتقد أنه نحن بدأنا فعلا نشوف المنحنى البياني للانتصار على مرض السرطان بدأ أنه يتجه باتجاه إيجابي جدا ويميل لصالحنا بالوقت الحالي بشكل عام، أم سرطان الأطفال بالتحديد؟ بشكل عام وبسرطان الأطفال بالتحديد. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. من أبوظبي دكتور مهند دياب استشاري طب الأورام، شكرا جزيلا لك.